ومعانا كمان واحد من نجومنا الكبار والراجل نجم الرومنتادا ونجم العالمي احمد حسام ميدو عبر الزوم. كابتن احمد حسام، أنا مساء الخير عباس. كل سنه طيب، تحياتي هشام رشاد لمارشال. مساء الخير يا هشام، كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والسادة المشاهدين كلهم بألف خير. طيب يا ميدو. كابتن ميدو، كل سنه طيب ورمضان كريم، بس انت عليك عزومه لينا الاول. طبعا طيب تمام، نور حبيبي يا ميدو. على ايه؟ لا، عزومه رمضان رمضان فاكر كريم. راهن على حاجه وما لا 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 ميدو، انا عارف انه جدع وكريم. كابتن احمد حسام ميدو، رايك في طبعا قرعه دوري ابطال افريقيا النهارده، حضرتك ازاي؟ يعني شايف ان بالنسبه لبيراميدز ماتش في المتناول، هيلعب فرقه خبراتها قليله في بطوله افريقيا، اول مره يوصلوا للدور ده، فبيراميدز عندهم افضليه كبيره في ان هم يعدوا بالراوند دي ان شاء الله، بعد تاهلهم يعني طبعا من مجموعه صعبه صعبه جدا. اما النادي الاهلي ماتش مش هيكون سهل، الماتش صعب جدا. الرجاء، الاهلي وقع مع الرجاء صح؟ مع الرجاء يا كابتن. ايوه ماتش هيكون صعب مش سهل، ولكن مع ان الملعب مليان، لو نفس اعداد الجماهير دخلت مره تانية، اعتقد ان الاهلي ليه افضليه بنسبه لا تقل عن 10% في التاهل، يعني 60 40 من مواجهته مع الرجاء. لا، الحظوظ يا كابتن احمد، يعني الحظوظ، النادي الاهلي نادي فريق كبير، وايضا الرجاء المغربي فريق منظم وفريق اكبر عدد من الاهداف، اكبر عدد من النقاط، واستقبل اهداف بسيطه. شايف الامور دي بالنسبه للنادي الاهلي تبقى صعبه عليه؟ بص، كل الفرق، اي فرقه ممكن لعبها الاهلي في الدور ده هتكون صعبه، كل الفرق صعبه، ولكن اعتقد ان الاهلي خدوا ثقه كبيره بعد الماتش اللي فات، والصعود اللي حصل والصعود بعد ما كان يعني حلم الصعود بالنسبه لهم انتهى، ان هم يرجعوا مره تانية ويصعدوا، اعتقد ده هيديهم دفعه معنويه كبيره. كابتن احمد حسام، نادي الزمالك وهيرليتش المدير الفني الجديد الالماني لنادي الزمالك، يعني شايف حظوظ الراجل معاهم؟ شايف ممكن يقدر يعمل معاهم مشروع طويل الامد ويبقى حاجه كويسه جدا؟ وشايف الامور رايحه فين؟ انا دايما بستانس برايك الفني في الموضوع ده. يعني طبعا عايز اقول لك ان هيرليتش لغايه دلوقتي ما تمش يعني اختياره بشكل رسمي ان هو يكون المدير الفني لنادي الزمالك، وفي صعوبه كبيره جدا في الوصول معاه للاتفاق وفي المفاوضات، ده كلام جديد يا واعتقد كابتن احمد؟ ده كلام لسه يعني حاصل من دقائق. من دقايق. الراجل طالب بعض الطلبات وغير رأيه وغير كلامه بعد ما جه مصر، وده يعني الطلبات اللي هو طالبها مجلس إدارة نادي الزمالك يعني خد قرار بالإجماع إن مستحيل إن هو يوافق على الطلبات دي، لأن الراجل مصر إن هو لو مشي أي وقت في العقد بتاعه إن هو يحصل على عقده كاملا، وده معناه ان هو لو مشي في شهر 7 لاي سبب من الاسباب معناه ان نادي الزمالك لازم يدفع له اكتر من مليون يورو، وده طبعا رقم كبير جدا. مجلس اداره الزمالك بالاجماع قرر ان هم مش هيوافقوا على الطلب ده، والراجل مصر على الطلب ده ومش عايز ان هو يعني ياخد حتى شرط جزائي عادي اللي هو شهرين او ثلاث او ثلاث شهور، فباكد لك بنسبه 100% ده انفراد لينا يا كابتن ميدو. يعني باكد لك بنسبه 100% هيرليتش لن يكون المدير الفني لنادي الزمالك. ودلوقتي يعني كان في اوبشن محطوط رقم 2 ورقم 3، الزمالك هيفتح مفاوضات معاهم تاني، لكن باكد لك ان شاء الله بكره التمرين عادي بشكل طبيعي، واللي هيقود التمرين الجهاز المعاون لاي مدير فني اجنبي هيجي، اللي هيتم الاعلان عنه وهو حسين ياسر. الكابتن عبد الواحد السيد مدير كره، والكابتن مدحت عبد الهادي مدرب عام، ومعاه الكابتن احمد مجدي مدرب، والكابتن محمد عبد المنصف مدربا لحراسه المرمى. الكباتن هينزلوا وهيكونوا موجودين في التمرين بكره لحين التوصل الاتفاق مع مدير فني، يعني بعد اكيد بعد الاتفاق مع اللجنه الفنيه اللي تم تشكيلها من قبل رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.
كابتن ميدو معلش استاذنك تاني نعيد ترتيب الجهاز الفني تاني. الجهاز الفني الكابتن عبد الواحد السعيد مدير كوره، جهاز معاونه، الكابتن مدحت عبد الهادي مدرب، الكابتن احمد مجدي مدرب مساعد، والكابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى. كابن من ابناء نادي الزمالك وانا عارف انك محب ودايما كتف بكتف مع نادي الزمالك، لو اي من المدارس اللي انت حضرتك ممكن ترشحها لنادي الزمالك في الوقت الحالي. انا زورنا بس مش هقدر اقول اي معلومات لا عن انا قلت المدارس، ما يعني انا خليك احتفظ بالمعلومات. احنا يهمنا جدا ان المدرب يكون عنده نجاحات قبل كده بره بلده، ويكون عنده خبرات في التعامل، ويعني يكون عنده خبرات كبيره، ويكون شخصيته قويه، لان الفتره دي محتاجه فتره يعني مش سهله، محتاجه مدرب صاحب خبرات كبيره وعنده شخصيه قويه، ويقدر ان هو يكون مقنع للعيبه في اسرع وقت، في اسرع وقت ممكن. لكل دي هذه المواصفات الاساسيه اللي اللجنه الفنيه بتدور فيها على المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. واللجنه خدت قرار بالاجماع ان ما ينفعش يبقى فيه استعجال. الراجل خارج، موضوع خارج عن ارادتنا كلنا. الراجل بعد ما كان موافق يعني على ان هو شهر 7 لو الزمالك خد قرار برحيله ان هو يرحل بدون اي شروط جزائيه، بعد ما جه مصر وبعد ما تم يعني الاعلان بشكل غير رسمي او التنويه على ان هو المدير الفني القادم للزمالك، ابتدى يغير كلامه، غير كلامه كليا. دي برضو كانت علامه لمجلس الاداره ان الراجل يعني بيغير كلامه، وده دي علامه مش كويسه بالنسبه لمجلس الاداره. فدلوقتي يعني